أهلا بكم في النشرة الاقتصادية. رعت سمو الأميرة بسمة بن طلال اليوم أعمال الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي لمنظمة أوكسفام العالمية حول مشروع التمكين الاقتصادي الإقليمي للمرأة، وجرى تنفيذ هذا المشروع الذي يهدف إلى المساهمة في توفير بيئة مناسبة للتنمية الاقتصادية المستدامة للمرأة وفرص التمكين الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط خلال 4 سنوات بالشراكة مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية من الأردن ومركز المرأة العربية للتدريب والأبحاث من تونس ومجموعة عمل الأبحاث والتنمية من لبنان ومؤسسة سيدات الأعمال الفلسطينية من فلسطين. واستفاد من المشروع في الدول المستهدفة حوالي 30,000 منتفع من خلال 1844 مشروعا صغيرا بهدف رفع مساهمة المرأة في التنمية من 18% إلى 35%. بدعم من أوكسفام كوباك والحكومة الكندية اللي مشكورين جدا، لهم تاريخ طويل في موضوع تمكين المرأة في هذه المنطقة وهذا الإقليم. فأنا بعتقد أنه أهمية هذا المشروع، يعني بالإضافة لمحتواه، أنه استطاعوا أنه ينجزوا ويثابروا مع المشروع أولا مع التحديات الاقتصادية والسياسية اللي كلنا عم نشاهدها وشاهدناها خلال السنوات الأربع الماضية واللي معانا لغاية اليوم. حقيقة الله يهدي البال ويحمي منطقتنا من كل سوء ويحفظ فعلا المرأة العربية ويحفظ فعلا كل أبناء هذه المنطقة المهمة الغالية علينا. فإنجاز هذا المشروع تحت هذه الضغوطات وفي هذه الأجواء المضطربة ما كان سهل. والشغلة الثانية أيضا استطاع المشروع أنه يحافظ على الهوية الوطنية، خليني أقول بتركيبة المشروع وتنفيذ المشروع والأولويات الوطنية لكل جهة. يعني ما كان برنامج فعلا بتطبق يعني بنفس بحذافيره في نفس المنطقة ونفس البلد، يعني ما كان مفروض على المؤسسات أنه يتقيدوا، بالعكس يعني كان في بحبحة وكان في إمكانية لكل جهة من الجهات أنه بالفعل ترصد وتفحص وتشوف بالفعل إيش المعوقات، إيش التحديات، وإيش الحلول بالنسبة للمرأة بكل هذه الأقطار أو البلدان. فيعني التحديات كبيرة جدا، لكن لازم نعترف ولازم بالفعل يعني نكون حقيقة يعني نحكي بصوت واحد وبرؤية شاملة إنه بدون تمكين المرأة الاقتصادي كتير صعب وشبه مستحيل إنه المنطقة تتقدم بطريقة خليني أقول إلها انعكاسات كبيرة وإيجابية على المنطقة ككل اقتصاديا. بدون تمكين المرأة عملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية معطلة، وإحنا ما بدنا نتأخر أكثر من هيك لأنه إحنا شركاء أساسيين في قرية عالمية والمنطقة العربية جزء أساسي ومهم منها، ولازم يكون في للمرأة دور في هذا المجال ودور أكبر وأفعل وواقعي أكثر. فمثل هاي المشاريع مثل هذا المشروع اللي عم نحتفل اليوم بانتهائه حقيقة أداء كتير مهم نحو موضوع تمكين المرأة الاقتصاد. ارتفع معدل التضخم الذي يقيس متوسط أسعار المستهلك بنسبة 26% بنهاية آب من العام الحالي، مقابل ارتفاع بنسبة 24% للفترة ذاتها من عام 2012، متأثرا بارتفاع الوقود والإنارة والنقل. وذكرت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري حول التضخم في الأردن إن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة النقل والوقود والإنارة والإيجارات، اللحوم والدواجن والخضروات، في حين كان من أبرز المجموعات التي انخفضت أسعارها مجموعة التبغ والسجائر والعناية الطبية والحبوب ومنتجاتها والزيوت والدهون. وأشار تقرير الدائرة إلى ارتفاع متوسط أسعار المستهلك بحوالي 5% لشهر آب من عام 2013 مقارنة بشهر ذاته من عام 2012، فيما ارتفع بنسبة 14% مقارنة مع شهر تموز الذي سبقه. وهنا نلاحظ مقارنة لنسبة التضخم في عامي 2012-2013 لأول 7 شهور من خلال عام 2012-2013. خلال 2013 كان 6.2% نسبة التضخم مقابل 4.1% خلال أول 7 شهور في العام 2012.
تراجعت حركة التبادل التجاري في المنطقة السورية الأردنية المشتركة إلى ما يزيد على 85% خلال الثلاثة شهور الماضية مقارنة مع ذات الفترة قبل الأحداث. وقال مدير المنطقة السورية الأردنية المشتركة في تصريحات صحفية إن الأحداث السورية انعكست سلبا على التبادل التجاري، وأنه تم إخراج 5641 شاحنة من الباب الأردني إلى سوريا بدءا من الأول من حزيران العام الحالي ولغاية أمس بقيمة وصلت إلى 67 مليون دولار، شملت الأعلاف والمواد الغذائية، قطع السيارات وزيوت معدنية ومستلزمات رياضية ورخام، أخشاب وحديد بمختلف أنواعه، ومواد كيماوية وأدوات كهربائية وسيارات. ولفت إلى أنه تم إدخال 6106 شاحنات من الباب السوري باتجاه الأردن تحمل على متنها ذات البضائع بقيمة وصلت إلى 83 مليون دولار للأسواق الأردنية والخليجية. وبلغ حجم التبادل التجاري ضمن المنطقة الاقتصادية قبل الأحداث 5 ملايين طن بقيمة 5 مليارات دولار سنوياً. ما زالت الأسواق العربية تتأثر بالأزمة السورية وتتخوف من ضربة عسكرية أمريكية محتملة، وشهدت غالبية أسواق المال العربية اليوم تراجعا في إغلاقاتها باستثناء بورصات فلسطين، مصر والأردن، وهبطت البورصة السعودية أكبر أسواق المال العربية من حيث القيمة السوقية بنسبة 0.5%، وتراجعت بورصة مسقط بنسبة 1.1%، بورصة أبو ظبي انخفضت بنسبة 1.4%، دبي 1.9%، فيما أنهت بورصة الكويت على خسائر طفيفة بلغت 0.6%، قطر 1.15%، البحرين 0.15%، وكما ذكرنا فلسطين ومصر ارتفعتا بقيمة 0.3% 0.44% على التوالي. وننتقل إلى سوق عمان المالي، حيث ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المدرجة في بورصة عمان لليوم الثاني على التوالي بنسبة 0.17%، ليغلق المؤشر عند مستوى 1830 نقطة ونصف. وعلى الرغم من الارتفاعين المتتاليين للمؤشر العام، إلا أنهم لم يعوض الخسائر التي مني بها منذ ما يزيد على أسبوعين جراء حالة عدم اليقين التي تسيطر على جمهور المستثمرين والمتعاملين بشأن أوضاع المنطقة واحتمالية توجيه ضربة عسكرية لسوريا. وبلغ حجم التداول الإجمالي اليوم حوالي 3,600,000 دينار، وعدد الأسهم المتداولة 4,200,000 سهم نفذت من خلال 2697 عقد. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 125 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 46 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها و39 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها. أما على المستوى القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 1%، والرقم القياسي لقطاع الصناعة انخفض بنسبة 0.55%، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة وصلت إلى 0.03%. تعمل هيئة تنشيط السياحة على خطة عمل تهدف للتخفيف من حدة تأثير الأزمة السياسية في المنطقة على القطاع السياحي وتحسين معدلات النمو في القطاع. وسجل الدخل السياحي خلال النصف الأول من العام الحالي انخفاضا بنسبة 3.3%، وذلك نتيجة تراجع أعداد زوار المملكة القادمين لأغراض العلاج، الأمر الذي كان استثنائيا العام الماضي ونجم عن علاج الأخوة الليبيين المصابين نتيجة الربيع العربي هناك. أما في حال استثناء السياحة العلاجية فإن الدخل السياحي يسجل ارتفاعا بنسبة 2.3%. من جهته قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات في تصريح صحفي اليوم إن الخطة ستشمل على جملة من النشاطات التسويقية، منها استضافة أكبر عدد من الصحفيين والإعلاميين والمدونين وتنفيذ البرامج التسويقية المشتركة مع مكاتب سياحة وسفر بعروض أسعار تنافسية وإطلاق حملات لتسويق البرامج السياحية المنتظر تزويد الهيئة بها من قبل مكاتب السياحة بالتعاون مع الملكية الأردنية وإطلاق برنامج الحجز الإلكتروني.